البارح لحقني ميساج من عند وحدة قالت لي سارة عندي واحد الإنسان عزيز عليا بزاف بزاف وما لقيتش كيفاش نعاونه راهو يفكر في الانتحار وإلى غير ذلك. قالت لي شوفي وش كاين كيفاش نقدر نعاونه. كي شفت وش كاين وقريت أببخي شفت بلي هذا الإنسان تعرض للكثير من الخذلان في حياته وخلاص دار في باله بلي كل السبل وكل الأبواب أغلقت في وجهه ولا كما قال هو كل الأبواب تؤدي إلى الانتحار إلى فكرة واحدة. خليني أقول لك قبل ما نجيب لك البليغة هضر معاك غير بالعقلية قبل ما نوض نجيب لك عندي واحد البليغة تزكي خويا قدع صح سمعني مليح واسمعيني مليح وحطوني هكا من قوة وشافي ودنكم سمعوا الكلام موجه ليها باش تقوله له ولا بعتيه له يسمعوا وموجه ليكم سمعوني مليح 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 واش راح نقول لكم هاي عيني تزابيو ها صح. كم نعرفوا عن طرب بن شداد الشاعر والفارس العظيم اللي لحقتنا حكاياته وقصائده الى يومنا هذا. هو كان عبارة عن عبد عند من كان عبد عند باباه الذي رفض الاعتراف به باسكو هو وليد اما وليد جارية حبشية ما تلحقتش المستوى الجارية مسكينة كانت أما عبدة هي تانيتك وسمته اسم فيه ثاني ذل ومهانة وعيشة الذباب. عنتر بدون تاء مربوطة يعني القوة والرجولة أما عنترة بالتاء المربوطة فتعني الذباب الأزرق اللي نشوفوه دايما مطموم غير وين كاين لوساخ وين كاين شغل. تخيلت بلي وليدها راح يعيش عيشة هذاك الذباب الأزرق سماتو عنترة. تخيلوا عنترة هذا عاش كامل حياته حتى بداية الشباب وهو عبد عند باباه اللي شربوا كل أنواع الذل والمهانة والضرب وقلة القيمة ويشوف في باباه مع أولاده هو عبد عند باباه اللي ماشي قادر يستعرف به مامبا. ما قالش حياتي دون لا ميرد ونروح نسويسيدي وبابا ما حاش يستعرف بيا وناضي نواح. عنترة ما دارش هكا. كان عنده بصيص أمل حتى لو كان الأمل تاعو كان 0.0000% أنه ذات يوم يتحرر ويدي حريته. كان يتعلم اللغة وبدا ينظم الشعر. كان يتعلم الفروسية ولا من خيرة الفرسان. كان يدير سبور وشتد عوده دار كلش داره. سلم دار تسليم بلي هذا هو الواقع تاعه سلم للواقع بلي هذا هو واقعه لا مفر منه لكنه لم يستسلم لواقعه ما استسلمش للواقع اللي كان يعيشه وصرع له. العبرة ما تستسلموش الواقع اللي راكو عايشينه وتقولوا خلاص انا راني عايشه هاد الحياه. ما كاش اسوأ من حياه كان عايشها عنترة. حريته ما كانش عنده كان عبد عند باباه اللي دار فيه اللي ما يندارش هكداك وخلى شتو كامل واش كان عايش وكان يخدم على روحه وكان يتطور في روحه. ما على بالوش اسكو نهار راح تتحقق المعجزه ولا ما كانش على باله مي صح كان يحاول. عبد ينظم الشعر هادي ما تكزيستيش ما كانش عنده امكانيات يطور من نفسه. تخيل انت ولا انتي بكاع الامكانيات اللي عندنا دوكا الانترنت والتواصل والدنيا مفتوحه على بعضها وكلش قدامك كلش كاين تاكل تشرب كلش كاين وراك عايش سجين لفكرتك انك ما تقدرش ولا ما خلاونيش ولا الظروف ولا الحياه. يقول لك اسوأ سجن هو فكره تسجن فيها نفسك تامنها هكا وتدخل فيها وتقعد في الحبس تاعك. لا تسجنوا انفسكم داخل افكار بائسه وهذه الافكار البائسه تقدر تكون حس روحك محقور مظلوم راك في دور الضحيه ولا ترمي بحملك ولا كل حاجه على الناس ولا تقول لا فامي ولا لونتوغاج ولا صحابي ولا مرتي ولا رجلي ولا الكره الارضيه ولا ثقب الاوزون ولا 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 خطيك. هذو مجرد افكار انت راك ديرهم في راسك حتى لو كان واقعا معاش تقدر تتخطاه. كيفاش تقدر تخطاه كي ما تستسلمش ليه. وهذا القضبان اللي راك دايرهم بهذه الافكار انت الوحيد اللي بيدك تكسرهم وتخرج من هذاك السجن ولا تعيش في سجن افكارك مدى الحياه. انت اللي تقرر ماشي انا نحت واحد. انا نجي نقول لك بلي انت راك عايش داخل سجن والسجن هذا هو فكره انت تخيلتها وحطيتها داخل راسك وحطيت روحك فيها. واحد ما حيجي يخرجك ابار انت. الحياه
كامل نعيشوها مرة. الوقت ميوليش للور، والعمر ميوقفش، لا عندي لا عندك لا عند فلان لا عند فلان، عند حتى واحد. نعيشه مرة مرة. كيفاش نخمم نحط لحياتي حد ونهاية؟ ننتحر على جال شكون؟ واحد هضر فيا، واحد قال عليا، واحد خذلني، حب لم يكتمل، زواج لم يكتمل، وظيفة خرجت منها، مشاكل، خمف الانتحار. نفذ لك بليغة صح. عيش الحياة وما تقعدش سجين أفكارك. عندك حياة فيها بداية وفيها نهاية، عيش فيها حر. أكسر القضبان وما تعيش سجين لأفكارك. خرج روحك، بس كنت الوحيد اللي قادر تخرج روحك منها. وحاولوا تشوفوا الحياة من منظور آخر، من جهة واحدة أخرى، من زاوية واحدة أخرى. بلك أنت برك ما راكش تشوف الحياة وش فيها وش حل من زاوية مشرقة فيها، ما زالك قاعد في ديك القوقعة غالق عليك الباب وتخمم. شوف وخرج، تعلم، سقسي، ابحث، ارمي عليك توكسيك، يلا اخرج من حياتي، حاجة ما عجبتنيش يلا نبدلها، نيكست نيكست في الحياة، نيكست. سبحان الله، نعيش خطرة باش نمرض روحي، ندير الموفي صار عمري، نقلق روحي، نغلق عليا البيبان، نعيش في الحبس، والحبس هذا نباليه بيدي. لا لا، عيشوا الحياة وتفائلوا وتعلموا تشوفوها من زوايا مختلفة وبأعين مختلفة. الحياة ما فيهاش يا بيض يا كحل، فيها القري وفيها بزاف الألوان المشرقة. تعلموا تشوفوا الحياة من زوايا أخرى. هذه هي وقال خيرت الله يفرحكم. وحاولوا تشوفوا الحياة من منظور آخر، من جهة واحدة أخرى، من زاوية واحدة أخرى. بلك أنت برك ما راكش تشوف الحياة وش فيها وش حل من زاوية مشرقة فيها.